شكرا جزيلا دكتورة رشا على التقديم الجميل، وأحب طبعا أشكر كل الأساتذة القائمين على الكونفرنس الناجح في مقدمتهم The Presence of the Conferences. هقولهم بالترتيب الأبجدي وأغش من أستاذي دكتور أحمد رؤوف، أستاذ دكتور أحمد حمدي، أستاذ دكتور أيمن إيميل، أستاذ دكتور محمد عمر. فرصة سعيدة جدا إن أنا أكون مع حضراتكم النهاردة. الحقيقة أنا عايزة أشكر الفريق كله على حاجتين. أول حاجة عنوان الكونفرنس تارجت تو ذا بيدياتريكس، الحقيقة أو تو ذا تارجت ان بيدياتريكس، عنوان كويس جدا، بالذات إن إحنا بقينا في الزمن اللي فيه دكتور جوجل وكل العيانين بيدوروا وكل الدكاترة بيدوروا على الحاجات على جوجل. الحاجة التانية اللي عايزة أشكر عليها القائمين على المؤتمر، السيشن الأولى الحقيقة اللي كان فيها الجونيورز من جامعة القاهرة وجامعة نيو جيزة كانت كويسة جدا، وهم كانوا كويسين جدا، ويمكن أنا هتكلم على حاجة شبه اللي هم اتكلموا عليها، فمبسوطة جدا إن هم موجودين. هعرض على حضراتكم بس تو ستاديز في الاول معمولين في استراليا وفي اليو اس، كانوا بيشوفوا قد ايه من الناس بيدوروا في دكتور جوجل على السيمتومز او الساينز اللي ممكن تكون عندهم عشان يوصلوا للدايجنوزس. الدراسه دي اتعملت في استراليا ولقيت ان نص العيانين تقريبا بيدوروا على هيلث ريليتد انفورميشن ليهم او لذويهم يعني، وتلتهم قبل لما يروحوا الامرجنسي ديبارتمنت بيقعدوا يدوروا هو ايه اللي ممكن يكون عندهم نتيجه السيمتومز دي. دي دراسه تانية اتنشرت في البي ام جي في 2015، كانت بتعمل ايفالويشن ل 23 سيمتومز تشيكرز. عارفين حضراتكم البروجرامز اللي بتبقى موجوده تسال العيان اسئله واكوردنج للاجابات توجهه ايه الدايجنوزس بتاعه. الحقيقه ان الريزلتس بتاعتها ما كانتش يعني مبشره ابدا. السيمتوم تشيكرز اجماليا وصلوا للكوريكت دايجنوزس ان 34% بس من الكيسز، وكانوا دايما بيميلوا ان هم يقولوا للعيان روح الامرجنسي ديبارتمنت، لدرجه انه في الترياجنج بيرفورمنس 80% من العيانين اللي كانوا فعلا محتاجين يروحوا امرجنسي ديبارتمنت قالوا لهم صح روحوا الامرجنسي ديبارتمنت، لكن الناس اللي كان عندها سيلف كير كيسز او يعني مايل سيمبتومز كان الكوركت ان هم يروحوا الامرجنسي ديبارتمنت ان 33% بس، يعني اكتر من 60% من العيانين راحوا الطوارئ، وده طبعا عبء كبير نتيجه ان جوجل قال لهم روحوا الطوارئ دلوقتي. انا I'm trying to be interactive، فاللي ممكن من حضراتكم يحب يشارك ممكن يعمل سكان بس للكود دوت علشان نعمل polling او voting عشان نبقى interactive في السيناريوز اللي جاي. طيب اول موضوع هنتناوله النهارده هو موضوع السيجرز، والحقيقه هو موضوع زي ما شفنا في الصبح ممكن يكون بيلخبط مع حاجات تانية كتير وبيخوف ناس كتير. وعاوز اقول لحضراتكم ان كتير من السيناريوز اللي هعرضها هم ولاد دكاتره بالذات في ميلز، بجد الدكتورات الفيميلز اول لما ابنها بيعمل اي ابنورمال موفمنت اول حاجه بتفكر فيها هي المصيبه، لا ابني بيتشنج او ابني عنده مشكله. ده اول فيديو معانا، الناس اللي تحب تشارك على الفوتينج هل دي سيجرز ولا لا. ده طفل عنده شهر مامته جايبه الفيديو دوت بتقول انه هو نايم بيعمل هذه الحركات في ايده زي ما حضراتكم شايفين. ده فيديو اقرب بس يمكن مش مبين الاتنين ناحيتين يعني. الحركات الموجودة في الايد دي زي نتيجة البولينج ممتازة، 83% قالوا لا ان دي مش شكلها epileptic seizure ولا حاجة،
دي الحاجة اللي بنسميها benign neonatal sleep myoclonus. أول سؤال نسأله للأم دي، الحركات دي ممكن تيجي والطفل صاحي ولا بس وهو نايم؟ لو بتيجي وهو نايم وأول لما بتصحيه بتقف، فدي definitely مش سيجر. ودايما علشان نفهم الأمهات بتقول لهم إن السيجر مش stereotypic، ما ينفعش تيجي بس أثناء النوم وما ينفعش أوقفها، يعني ما ينفعش لما أنا أصحي العيان أقول دي وقفت علشان هو صحي. لا، هي السيجر هتاخد وقتها، هتيجي في أوقات مختلفة ومحدش هيعرف يوقفها غير لما وقتها يخلص. طيب ده الفيديو التاني. الطفل ده زي ما حضراتكم شايفين بيتني جسمه، بيشد ايده وبيحصل زي رولينج لعينه بالمنظر ده. واحد وسبعين في المية قالوا أيوة this is seizure. الحقيقة ده منظر مرعب، بنسميه الابلابتيك سبازم أو الفلكسر سبازم، وده منظر بيبقى الاي اي جي بتاعه الفيديو مرعب والاي اي جي مرعب لأي بيدياتريك نيورولوجيست. بيلخبطنا الحقيقة في حاجتين. بيلخبطنا الأول إنه ساعات الأمهات بتعتبر إن دي خضة أو إن هو دي الطفل اتخض من حاجة فعمل الحركات دي، وساعات لو عيط بعدها بيفتكروا إن دي زي كوليكس، بالذات لما بتيجي في سن أصغر من كده. وكتير الأمهات بتقعد بالشهر وبالشهرين تكشف عند دكاترة، وكل واحد يقول لها لا أصل هو عادي، لحد لما تصور فيديو بهذا المنظر ونعرف إن الطفل دوت عنده مشكلة. والسمول ستابس اللي المفروض ناخدها الحقيقة في القصة دي، وهي مش سمول خالص، هو ان احنا ناخد ديفلوبمنتال هيستوري كويس جدا، لانه في الاغلب الطفل دوت ان واي اور انذر هنلاقي ان الديفلوبمنت بتاعه مش ماشي بالظبط. ده فيديو تاني. معلش سوري على التكنيكال ايرور. الطفل ده بيعمل ايه؟ بيعمل فلكشن للنك وبيعمل ابورد رولينج لعينه. ايه رأي حضراتكم؟ سؤال ممتاز. طبعا استاذ دكتور مريان سالت اهم سؤال، الديفلوبمنت نورمال ديفلوبمنت فل، عين كويس جدا. بيجي له الحكايه دي 100 مره في اليوم مثلا، انا بس هلغي البولينج بقى عشان الاجابات ما تتغيرش. بيجي له الحكايه دي 100 مره في اليوم، انتراكتيف تماما، بيلعب مع مامته وما فيش اي مشكله خالص. الحقيقه الفيديو صعب وخادع جدا، واحنا كان عندنا عيان في الدمرداش مامته كانت ممرضه وما كانتش قادرة تستسلم لفكرة ان دي ممكن ما تكونش سيجرز، لحد لما وريناها فيديو لطفل بيعمل زي طفلها بالظبط وساعتها اقتنعت. فأجين دكتور جوجل واليوتيوب لهم تأثيرهم. يعني دي حاجة اسمها spontaneous paroxysmal tonic up gaze، بتيجي في طفل completely benign phenomena، وزي ما قلت لحضراتكم بتيجي كتير جدا، ممكن تتكرر 100 مرة في اليوم. فصعب قوي ان حد بيجيله 100 مرة seizures ويبقى normal development والinteraction بتاعه طبيعي تماما.
مش عايزين بس نبقى بنقول للأهل يعني إن هي completely benign، لأن في 40% من الحالات ممكن يجي معاهم cognitive deficit. ده again طفل برضو developmentally normal تماما، دي الحركة اللي بيعملها. مية في المية قالوا لأ. تمام، دي طبعا شادرينج اتاكس، ودي بتيجي في الأطفال في الفيرست يير اوف لايف، ممكن برضو تتكرر كذا مرة، بتيجي أكتر والطفل متحمس أو بيلعب أو عاوز ياكل، وفي الأغلب برضو بتبقى في طفل كومبليتلي نورمال ديفلوبمنتال يعني، وما بنعمل لهاش أي حاجة غير إن احنا توري أشور الأهل إن دي حاجة هتختفي بعد شوية ومش محتاجة أي ايميجينج أو انترفنشن. ده طفل بيعيط وبعدين بيزرق، وبعدين بيشد ايده ورجله زي ما حضراتكم شايفين. وفي كتير من الاحيان الاهل بيجوا عند هذه المرحلة لما الطفل يبدأ يشد ايده ورجله فيفتكروا ان هو سيزنج فعلا. أجين معظم الناس قالت إن دي مش شكلها سيجر، ودي breath holding spells، مش عارفين لسه الباثوجينيسيس بتاعها جاي منين، لكن most probably إن الأوتونوميك ديسريجيوليشن involved في هذه القصة. في ناس الأوتونوميك ديسريجيوليشن بيبقى في صورة sympathetic over activity، ودول اللي بيجي لهم synaptic spell، وناس تانية بيجي لها parasympathetic over activity، ويمكن دول بيكونوا أخطر شوية لأن بيدخلوا في bradycardia وترانزينت asystole وبيجي لهم palate spell. وعشان كده أهم information نعرفها إن إحنا بس نعمل العيان دوت ECG علشان ندور على أي أريتميا أو لونج كيوتي. ايه رأي حضراتكم؟ اعيده تاني؟ حاضر. هو بيعمل رعشة بجسمه كله وبيقفل إيده وبيبقى فاتح عينيه وبقه. كويس، 71% برضو قالوا لأ. الحقيقة الطفل دوت أهم نقطة فيها تبقى الهيستوري بتاعه. الطفل ده عنده حاجة اسمها موتور ستيريوتيبيز، ودي بتيجي إنه طفل بيبقى بيعمل زي ريستريكتد ريبيتيتيف موفمنت بيربزلس، بنشوفها كتير مع الأطفال الأوتيستيك أو اللي عندهم ديفلوبمنتال ديلي ومعاهم سوشيال انتراكشن بروبلمز، وغالبا بتبتدي في أول 3 سنين من العمر، ويمكن ده اللي يفرقها شوية عن التكس. التكس بتبتدي من 5 لـ7 سنين أكتر يعني. دي بتيجي بتبقى في صورة كومبلكس موفمنت بتنفولف العين والبق والإيد، وممكن الجسم كله يحصل له شيكينج، وهو بيبقى سبيكتروم كده، بيقولوا إن ده اللي هي الناس اللي لما بتكبر ممكن يلاقي عندها شوية برضو موتور ستيريوتيبس، زي الناس اللي بتقرقط ضوافرها أو الناس اللي بتقعد تعمل تابينج لرجليها أو تابينج للبنسلز، بتزيد قوي مع الاسترس، بس هي مش ابيلابتك خالص. شكوى الأهل في هذه العينة الديفيشن اللي احنا شايفينه في الانجل اوف ذا ماوث.
رأي حضراتكم نعمل ايه؟ نعمل MRI brain ولا نريفير العيان ده للاي ان سي ولا نري اشور وديسشارج العيان؟ سبعة وخمسين في المية اختاروا ان احنا، يعني هقدر اقول ان هم حاجتين متشابهين. احنا طبعا شفنا ان العيان دوت الايز بتاعته سبير تماما ما فيهاش مشكلة، وانه بس الانجل اوف ماوث بتاعته هي اللي بتبقى ديفييتد يعني مع الكراينج. ففكرة ان احنا نشك ان العيان دوت يكون ابر موتور نيورون فيشيال بولسي فكرة موجودة، بس الحقيقة في حاجتين اجينست. اول حاجة انه العيان دوت في بداية الفيديو without crying كان الفيس سيمتريكال تماما، وده احنا مش بنشوفه مع الفيشيال بولسي. تاني حاجه برضو سمول ستابس باك تو بيزك، ان احنا الفيشيال بولسي بيبقى فيه النيزو ليبيال فولز، دكتوره رشا بتغششني، بتبقى لوست، فالعيان دوت عنده بريزيرفد نيزو ليبيال فولز على الناحيتين وبس، بيحصل الاسيمتري في الفيس ديورينج كراينج، ودي الحاجه اللي احنا بنسميها كونجنتال هايبوبليزيا اوف ذا بريسر انجلاي اوريس. دي بتبقى عيانين عندهم المصل الصغيره اللي هي بتعمل ديبريشن للانجل اوف ماوث فيها هايبوبليزيا، فبيحصل اسيمتري ديورينج كراينج. وكل ما الواحد بيكبر يعني الهايبوبليزيا دي بتختفي شويه بشويه يعني، والواحد ما بيعيطش قدام حد، ففي الاغلب العيانين دول مش بنعمل لهم حاجه. لكن مهم قوي ان احنا نسكرين للكارديوفاسكولار سيستم، لان هو من الاسوشيتد اناموليز معاه ان ممكن يحصل كارديوفاسكولار اناموليز يعني. طيب احنا فاضل لنا اتنين سيناريوز ونخلص. في صاله النهارده. طيب حاضر ماشي. طيب انا يعني مش هعمل بولينج بس عشان الوقت، احنا جايه لنا عيانه عندها كلوز انتيريور فونتانيل في سن 9 شهور. الحقيقه انه ساعات كتير العيان دوت بيبقى ريفيرد لينا، مش دايما بنحتاج نعمل ريفيرال، لانه ممكن ريبورتد اكوردنج للامريكان فاميلي فيزيشن ان احنا ات ايج اوف 3 مانث ممكن الفونتانيل تقفل في 1% من العيانين. اهم حاجه في العيان ده بس ان احنا نتابع الاوكسيبتال فرونتال سيركمفرنس والديفلوبمنت بتاعه عشان لو في اي مشكله يحصل له ريفيرال فعلا. السيكرال ديمبل من الحاجات برضو اللي احنا بنشوفها في النيونيتس ومش دايما بتحتاج انترفنشن، ممكن نحتاج نعمل لها الترا ساوند او ام ار اي او طريقه شور برضو العيان على حسب البريزنس بتاع اي سكين مانيفستيشن او ابنورمال اكزامينيشن. لو الحاجات دي موجوده بنعمل الترا ساوند، لكن لو مش موجوده والديمبل حجمها اقل من 5 مللي وعلى بعد اقل من 2.5 من الانس، وي كان ري اشور العيان دوت ونروحه بدون اي مشاكل. لو في اي ابنورماليتي بنعمل الترا ساوند، اللي لو طلع نورمال برضه بنري اشور، واف نوت بنعمل ام ار اي سباين. فمش لازم على طول نجري على الام ار اي سباين. ده اخر كيس سيناريو معانا، ماما جايبه البيبي دوت عنده اسبوع علشان هي لقت ان الولد سليبي وعنده فيفر، وهو شي جوجل ذا سيمتومز لقت ان العيان ممكن يكون سبسس او سي ان اس انفكشن. كانت النكست ستيب هتثينك بيج ونقول ان العيان ده انسبسس فعلا، ولا هناخد سمول ستيبس ونسالها على عدد ساعات النوم. ده الحقيقه اهم حاجه علشان الفيرست تايم ماذر الحقيقه مش عارفين ان البيبيهات ممكن تنام اب تو 16 ل 18 ساعه، ولما بتسيبه ومش بترضعه في الوقت ده وفي الصيف اللي احنا فيه والحر، العيان بيدخل في ديهايدريشن فيفر. لما العيان بيبقى سليبي وفيفرش اول حاجه حتى الدكتور بيفكر فيها ان العيان ده يكون عنده سي ان اس انفكشن او عنده سبسس، وده سهل قوي ان احنا نقول لها تصحيه كل 3 ل 4 ساعات اون ريجولر بيزس، ونقول لها ان ساعات النوم دي هتقل بعد كده بالسن. Thank you. Thank you, Dr. Meher, for this interactive talk. شكرا دكتور إيهاب. وده متهيألي اللي كنا بنتعلمه زمان تحت conditions that simulate or mimic seizures، هو معظم العربي كان تحت هذا العنوان. بالضبط يا فندم. بشكر أستاذ الدكتور أحمد حمدي وأستاذ الدكتور محمد عمر وأستاذ الدكتور أيمن إميل على دعوتي النهاردة للمشاركة في هذه الجلسة. المشكلة دايما بتاعت جلسات قبل الصلاة يوم الجمعة الوقت بيبقى ليميتد شوية، فقبل ما أقدم نيكست سبيكر أحب أشكرهم برضو على أنهم أهدوا هذه الجلسة إلى اسم الأستاذة الدكتورة فريدة أحمد فريد، أستاذ طب الأطفال وبايونير أوف بيدياتريك نيفرولوجي في مصر، that we all follow her legacy in our practice till now. It's my honor to present Professor